من منظمات الجوع في السجن، خارج السجن، منها ثلاثة أربع إضرابات انتهت بالدخول إلى المستشفى نتيجة نزيف في المعدة، ثلاثة إضرابات في السجن، دخلت مرتين سجن القيروان، مستشفى القيروان، ومرة مستشفى صفاقس، والرابعة خارج السجن للمطالبة بإمكاني تقديم أطروحة الدكتوراه في السجن وأطروحة الديوان في المشكلة الديناميكية. وانتهت بعد 52 يوم بنزيف الأمعاء ودخلت مستشفى الرابطة، وكان الرابطة شاركت في تأثير كل المعارضة الروسية، واضطر بن علي إلى التراجع والتفاوض مع لجنة المساندة اللي كانت في رأس حسين السويد المساندة، وانتصرنا في المعركة هذه. هي هذه كانت إضرابات العزلة بحكم أنه في السجن كان في العزلة، قاعدة على الفلوس ثلاثة بالناس، فثم إضراب واحد داخل السجن، ثم إضراب زوج إضرابات معايا، إضراب فيه واحد، كان ثم إضرابات أخرى بالعشرات كما الإضراب أثناء المحاكمة العسكرية، ولكن ما انتهتش بالسجن. أنا إضراباتي في سجن الأوانب المطالبة بالكتب، نجحت في أنه بعد دخلت المستشفى وتفاوضت معاه، نجحت في أنه نحصل على الكتب وحصلت عليها، وكانت من أهم الفترات اللي كنت فيها. بالطبيعة خارج السجن إضراب المطالبة بتقديم الروح للفرات، واللي أسقط قرار كان أو العقوبة وصلت على المساجين السياسيين هي المنع من العمل والمنع من الدراسة، فأسقطه معناها الإضراب بتاع الجوع، وبعد ذلك أصبحت الجامعات تسجل المساجين السياسيين. على كل أنا بصيرتي طبيب، ما عنديش مشكلة بالعلاج وزملاء اللي نعرفهم وبارك الله فيهم، ولكن يخلف أضرار بالتأكيد، اللي عنده إمكانات يعالج واللي ما عندوش إمكانات يعني ما يعالجش، للأسف هو يعالج بطريقة معناها منقوصة.